كان في صالون ادبي مشهور في بيتكو. محمود خيرت بقى اللي هو يعني جدي. انا حسب ما اعرف انه كان بيجتمع فيه مثلا مصطفى لطفي المنفلوطي، سيد درويش، محمود مختار المسام، مصطفى رجب وغيرهم من الفنانين المهمين جدا في ذلك الوقت يعني. هو كان الجد محمود خيرت يعني راجل عامل صالون ثقافي فني علمي، هو كان متعدد المواهب. أيوة. وكان محامي اصلا. واديب في نفس الوقت، مما يذكر مما يذكر ان عنده اول روايه مصريه كتبت اسمها الفتاة الريفية. دي قبل رواية زينب؟ قبل رواية زينب بحوالي 12 سنة. هو عاملها الكاتب الرواية محمود خيرت، وكتب بعديها الفتى الريفي. هو كان بيحب الريف جدا. وشايف ان المرأة الفلاحة دي شيء مهم جدا كانت في الدنيا. وكان صديقه طبعا محمود مختار، ومما يذكر او سمعته عن الوالد يعني وعن المقربين ليهم ان تمثال نهضة مصر. ايوه، الست الفلاحة. الفلاحة اوحى له يعني بالفكرة. بالظبط. جميل. الوالد كان مهندس معماري. أيوة. ومتخصص في العمارة الاسلامية. أيوة. على سبيل التحديد. لكن كان بيعزف بيانو. كلهم اتعلموا الموسيقى. عمامي، ما هو ده برضه محمود خيرت اللي هو الجد اللي هو كان مهم جدا يتعرف عنه ان هو السبب في كل حاجه مهمه حصلت للاسره دي. باصراره انه يبقى يعلم ولاده الموسيقى الى جانب دراستهم، وكانوا متفوقين حقيقة. فكان بيجيب لهم اساتذه اللي يعلموهم البيانو والفايولين. بس جميل يعني هذا الخلط بين يعني بين المهنه حتى وبين الهوايه. بالظبط. هو كان مهتم جدا بتنشئه ولاده على هذا النوع من الثقافه والفن والاهتمام بدراستهم بقى. طبعا وكانوا متفوقين.